أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بأول حلقة من برنامج كيف نحب. برحب بكل يلي انضموا إلينا على شاشة الحرية. نحن سمينا هالبرنامج كيف نحب لأنه ما في حدا ما بيعرف يحب، والحب موضوع شاغل عقول العالم. في اللي بحب المال والنجاح، وفي اللي بحب الحياة البسيطة، في اللي مهووس بحب حاله، وفي اللي بحب كل شيء ما عدا حاله، في اللي بحب المخدرات، وفي اللي بحب الفيسبوك وسناب شات والفيديو جيمز. الحب هو شيء كتير بسيط، بس بنفس الوقت هو معقد. في مئات إذا مش آلاف المسلسلات والأفلام السينمائية يلي بتحكي عن الحب، حب لحدا معين أو حب لشيء معين، مثل تعظم المعيشة أو الجنس أو حب النجاح أو الشهرة. بالنهاية كل شيء بحياتنا بينبع من المحبة، وفي أشخاص كتير بيغنوا للحب وبيرقصوا للحب وبألفوا أشعار للشخص اللي بحبوه. مزبوط كريس. مين منكم مشاهدينا ما بيعرف عالم مهووسين بفرق فوتبول، إن كان ريال مدريد ولا برشلونة ولا غيرهم، لدرجة صاروا مهووسين بلعيبة الفريق؟ أو مين حدا منا ما بيعرف حدا مهووس بباند ميوزك معينة لدرجة صاروا يتمثلوا ويلبسوا مثل أعضاء الفريق؟ الحب جزء من حياتنا، لأنه بكل بساطة نحن البشر مخلوقين على شبه الله، والله بطبيعته محبة، وهو حط روحه فينا وزرع محبته فينا. وإذا حدا بهالدنيا بيستحق حب جنوني أكتر من الله، ما في يجاوبكن على هذا السؤال. ما عم أقول إنه حب للفوتبول أو للميوزك أو للفاشن أو غيره هو غلط، بس الحب إذا انحط بالإطار الخاطئ بيصير محطة بشعة بحياتنا. كل حدا منا بحب، ونحن لما نحب منبطل نفكر بحالنا، بصير الشخص أو الشيء اللي منحبه يتملكنا، بصير هاجس بحياتنا وبيفقدنا الشعور بالذات. ربنا من خلال كلمته بيعلمنا كيف نحب، وهو أكتر حدا جسد المحبة على الأرض. تابعونا أصدقائي ببرنامج كيف نحب معي أنا كريس وهبة، لحتى نتناول مواضيع بتهمكن. بكل حلقة رح نستضيف ضيوف أو نحضر فيديوهات أو ناخد أراء المجتمع. كمان أصحابنا فيكن ترسلونا على الفيسبوك على صفحة الحرية وعلى كل الأرقام يلي عم تمرق قدامكن على الشاشة. نحن بانتظار كل الأسئلة أو الاقتراحات أو حيلا مواضيع أنتو عبالكن أنو تشاركوها معنا. وهلأ منتوقف مع فيديو تنعرف كيف نحب. المايك عامل زي المايك الحقيقي بس صغير. أيوة أخدت بالي. اسمك إيه لو سمحت؟ كريم. يوسف. ليلى. آدم. وعندك كم سنة؟ فور. فور يعني إيه بالعربي؟ سبعة. عندي ست سنين. وأنا عندي خمسة ونص. أنا كمان خمسة ونص. إحنا اتنين قد بعض. ستة. عشرة. النهاردة هنتكلم عن الحب. يعني إيه؟ الحب؟ عمرك حبيتي قبل كده؟ حبيت ناس كتير قوي. انا حبيت حد كتير. كل الناس، مامتي وبابايا واختي. لا تقريبا قد كده. قد كده ممكن. الاخت بتبقى قد كده. بابي وماما وتيتا وجد. تيتا جد. ما عنديش جد. بس تيتا بس. لا يعني ايه؟ قوليلي يعني ايه؟ ايه ايه يعني ايه؟ ايه يعني ايه؟ ايه ايه بس. طب عمرك حبيتي حد بطريقه مختلفه شويه؟ لا. ايوه بابا وماما. يعني مش فاهم. انا بحب ليلى قوي. انا طبعا بحب ادم. انا عندي 3 بنات بحبهم، ليلي ولولي وجودي. بس ما فيش ولاد. عرفتي منين ان انت بتحبيهم يعني؟ واحد بحس انا يعني عايزه اقعد معاه بنبسط. الحب بيجي من قلبنا، ان انا بكون متحمسه نتكلم مع بعض في حاجه مثلا وبنشارك بعض. انت لما بتحب حد بتحاول توريله ان انت بتحبه؟ اه. ازاي؟ بهتم بيه.
ممكن اعمله هارد او ابوسه، نمسك ايده، نطبطب على كتفه، بنتكلم مع بعض، بنتفاهم، بقول له متضايقش ايه اللي مضايقك، وبنحاول نعرف ازاي نحلها، وساعات بنعديها مش بنحسبها. بعمل الحاجة اللي هو بيحبها، او نوديهم الدكتور لو هم مش عارفين يمشوا. بزوره في المستشفى لو هم مش عارفين يمشوا، بيقعدوا على ويل تشير، واحنا اللي ممكن نزقهم نديله اي حاجة، زي سندوتش، زي جبنة، زي خيار، زي قطط، زي بيدز، زي سمك، زي مربى. ايه اللي المفروض كل الناس تعمله لما تبقى بتحب حد؟ المفروض ان احنا نقعد نحب بعض، ما نزعلش من بعض ابدا. لو ولد وبنت يبقوا يتجوزوا لما يكبروا، المفروض ان هم يكونوا بيعملوا حاجة تبسط بعض، وكيعملوا حاجة بدايقاهم يصلاها مع بعض. اول حاجة، لا ممكن تبقى اسرع حاجة، ان انت تقوله على طول، نقول لهم ان انا بحبك، بنقوله احنا بنحبك قوي وهنلعب معاك كل يوم. لازم نسامح بعض، نسامحه ونعد من الاول كل مرة. انا دلوقتي اللي هقول. اوكي قول يا سيد. مثلا بابا يساعد ماما في الغسيل، او ماما تساعد بابا ان هو ينزلنا المدرسة، يخلي بالهم من بعض. يعني ايه حب؟ يعني حاجة حلوة، يعني اي حد نشوفه نحبه. انا لازم احب كل الناس، لازم. الحب هو ان الناس يبقى ليهم علاقة ببعض، يبقوا بيحبوا يقعدوا مع بعض وينبسطوا مع بعض. مفيش حاجة هتقطع الحب، هنخلي الحب زي ما هو مهما حصل، ده كده اسمه الحب. الحب أحلى حاجة في الدنيا، هو ده الحب، هو ده الحب. يلا تعالي، شاطرة جدا. قد ايه حلوين هالولاد الصغار، مهضومين كتير. عم بيعبروا عن شو يعني حب، يعني عن جد اصعب تعريف بالعالم. الولاد بيعرفوا من هنا وصغار كيف واحد بحبهم، او حتى بينتبهوا على كل التفاصيل. مزبوط كريس، واستوقفنا هالولاد الصغار بكل اندفاع عم بيقولوا انا حبيت وبحب ماما وبابا وجده وكلهم. لما تسال هيك سؤال لاشخاص راشدين كتير هيك بيترددوا أو بيكونوا خجولين بهذا الجواب. صح، حتى ما أوقات نستحي نعبر عن محبتنا إذا كان لأهلنا هلأ. مزبوط. بس نكبر بنحس إنه هذا الشيء بس للأولاد. مزبوط. كريس، الحب لغة عالمية، مثل الموسيقى أو الأكل، الطعام، العمل، وممكن يتغير من ثقافة للتانية أو يلبس قناع تاني أو اسم تاني، بس وين ما كان بالعالم منشوف حب للمال، حب للشهرة، حب للمخدرات، حب للنجاح وإلى آخره. وحتى بأيامنا اليوم صايرين منحط لايكس وهارتس على الفيسبوك والإنستغرام، وهذا الشيء بيكون كرايتيريا إذا العالم بحبونا أو لا على عدد اللايكس اللي منجمعون، وهذا الشيء ممكن يكون كتير خاطئ أو سخيف. حتى بتعرفي في عملوا مثل حملة ضد الإنستغرام، لأنه الإنستغرام كان بده يشيلوا اللايك. مزبوط. يعني إذا فيسبوك أو إنستغرام أو أي حدا بده يشيل الهارت أو اللايك، يعني بتقوم لقيامة. بس إذا بدنا نقول منحبك لشخص بيكون هالقد صعبة. مزبوط. وكريس، صايرين منشوف هالإنفلونسرز والبلوجرز معتمدين على عدد اللايكس أو الهارتس اللي عم يجمعون على السوشيال ميديا بلاتفورمز تبعهم. أكيد هذا بيجذب الأدفرتايزرز تحطوا دعايات عندهم على الأكاونت، بس هذا معتقد خاطئ، لأنه أنت إنسان بتنحب مش على اعتمادك على كم لايك بتجيب على السوشيال ميديا.
صح، هذا شيء أمر صار يعني طالع عن السيطرة، وكل الأشخاص يلي بيعتمدوا على اللايكس أو على اللوف بيصير كأنه عم بيصير عندهم حب لنفسهم أكتر، يعني بيزيد سلف استيم تبعهم، حبهم لذاتهم أكتر. وهذا الشيء هذا فكر خاطئ، يعني نحن عم نحكي عن كيف نحب صح، مش كيف نحب ثرو ميديا وكيف نحط لوف ولايك على الانستغرام والفيسبوك. ببرنامجنا كريس نحن عبالنا انه نضوي على الفرق بين الحب اللي هو الشيء العميق وبين الشهوة والرغبة، وفي دراسات اثبتت علميا بتقول انه العقل بيتفاعل بشكل مختلف لما يكون الحب حقيقي وبين ما يكون في شهوة او رغبة بالحصول على شيء او على شخص معين. كتير اوقات بنفكر حالنا انه منحب شيء، بس بالحقيقة بيكون هالشيء مجرد رغبة وتوقيتها كتير قصير، بتمرق وأوقات بننسيها، أو ممكن اشتهاء لشيء رح ننسيه بعد فترة. صح. بيقولوا في مثل دراسة أو أكشن بيعملوها الأهل مع الولاد الأطفال الصغار، بيقولوا إذا إجا ابني أو بنتي طلبت مني كاندي وقالت لي هل عاوزاهم وبدي إياهم وبدي أكل وهيك ومشتهية كاندي، بقول لها يس انطري بعد ساعة ورح أعطيكي كاندي. إذا بعد ساعة اجيت ورجعت كمان أجلتها ساعة، بعد هالساعتين ثلاثة رح ترجع تنسى وما رح تجي تسألني عاوزة كاندي. ممكن كتير إنه الرغبة أو الشهوة تكون مؤقتة. صح. وبتكون باعتقادنا بدنا إياها بس we don't need it. هذا الاختبار بيعملوه على المارشميلو، بحطوا مارشميلو بيقولوا له إذا بتنطر بعد نعطيك وحدة تانية للولاد. ما بعرف ليش اليوم بتموت الرغبة مع الوقت كمان. صح صح. وعلى فكرة إذا هي بقى عم تحكي مصري هو لأنه مخرجنا من مصر فدغري بلشت تتعود على اللغة. بس اللي قلتي كتير مهم هي بقى، لأنه مزبوط هي الحب هو مختلف عن الشهوة، لأنه نحن إذا منشتهي شيء أو منرغب نحصل على شيء معقول هيدا الشيء يختفي مع الوقت، فمش يعني منحب، يعني نحن منصير نقول إنه أنا بحب، بس هو هالكلمة مثل بيقولوا overrated، يعني كتير عم نستعملها بطريقة مش بمحلها، يعني خسرت قيمتها بأوقات. صح صح. فأوقات كتير لازم نفرق بين الرغبة أو اشتهاء شغلة على أنه نحن منحب، ومشان هيك سمينا هذا البرنامج كيف نحب، لأنه شفنا أنه love كتير صار overrated، صاروا كل العالم أنا بحب وأنا بحب، وبيطلع أنه أنت بس حابب تتمتع بشي لوقت قصير. سو العقل هو بيركز على بالشهوة والرغبة، بيركز على قسم المتعة القصيرة. لكن المحبة short term. بس المحبة هي أكتر لعلاقة صحية، هي لاستقرار، هي لأنه نكون نحن عم نتربى صح بهذا الموضوع. يعني مزبوط كريس، الحب اللي رح نحكي عنه بحلقات قادمة إنه هو عهد، هو covenant، يعني هو أساسه كتير متين وعميق و is beyond الرغبة أو الشهوة المؤقتة. فيك تخبرنا أكتر الكتاب المقدس شو بيقول عن هالموضوع؟ yes. والكتاب المقدس بيعلمنا عن المحبة بشكل كتير عملي. ما في مطرح نقدر نتعلم فيه عن المحبة غير من الكتاب المقدس، لأنه هاي كلمة الله والله محبة. فأشهر آية بالكتاب المقدس عن المحبة والمحبة العملية هي من كورنثوس الأولى إصحاح 13، وببلش من عدد 4، بيقول المحبة تتأنى وترفق، المحبة لا تحسد، المحبة لا تتفاخر ولا تنتفخ ولا تقبح ولا تطلب ما لنفسها ولا تحتد ولا تظن السوء ولا تفرح بالإثم، بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء، والمحبة لا تسقط أبدا. اللي بدي شدد عليه هون أنه كل هيدول هن أفعال، هن شيء واحد بده يعمله، هو منه شعور. نحن أوقات منشعر أنه منحب، بس هو مش مزبوط. المحبة المزبوطة لنعرف كيف نحب هي لازم نحن نتأنى، نحن ما نتفاخر. أوقات في negative connotation، في فعل سلبي، لازم في اشياء ما نعملها، لانه اذا بدنا نبين المحبه بدنا نكون عم نلتزم بكيف طبيعه ربنا. الرب يسوع المسيح لما عاش هيك، وعاش هيدول الافعال او عاش المحبه مش بس مع تلاميذه،
عيش مع الأعداء، عيش مع الفريسيين، عيش مع كل حدا كان عم يتهجم عليه. فإذا منتطلع منشوف أنه الكتاب المقدس من وراء 3-4 آيات عم بيعلمنا، إذا بنعمل دراسة عليها بيعلمنا كتير، وبيقدر كل وحدة من هدول الأفعال كل آية تكون عم بتعلمنا كيف نعيش كل أيام حياتنا. كريس، الشيء اللي عم تقوله كتير حلو، بس للأسف نحن عم ناخد بمواجهة الكلمة الحقيقية والعميقة، عم ناخد شو المجتمع عم بقلنا بهيدي الأيام. عبارة أنا بحب صايرة درجة لدرجة فيك تقول أنه أنا مغرم بالبرجر، لدرجة أنه السوق بقلك I'm loving it. بيستعملوا كلمة حب أو كأنه بدرجة بيسخفوها، بيسخفوا الأكشن تبع اللوف، في يقولوا أنه أنا بشتهي برجر، أو ليكون مؤقت أو ليكون الفعل مظبوط سوتبل للأكشن يلي أنت بدها تروح تشتري برجر. بعرف قد بيطلع سخيف الدعاية إذا بيقولوا مثلا إذا جوعان كول برجر، مش ضروري يحسسونا، ما ضروري تنهوس أو حب إنه منه لوف، لأنه البرجر بتضاين معك 3 دقايق وتكون خلصت، بعدين بكون راح مفعول الحب تبعه. حتى كل عالم الإنترنت مهووس بالحب، بحب السيارات، بحب الشوز السنيكرز اللي دارجين هلا، حتى بالجيم وتنفيخ العضلات، وحتى حب الأشخاص الحلوين والهوس بالمودلز، وحتى الشباب المودلز الحلوين كتير حتى لو الصورة تبعهم كلها فوتوشوب، يعني الجمال. نحن كتير مننجذب للجمال، وأوقات بصير هوس لقلنا ومنفكر حالنا أنه منحب الجمال، وفي كتير عالم بيقولوا أنه أنا بحب الجمال، شو فيي أعمل، الله خلقني هيك. الله ما خلقنا لحتى نقول عن الشهوة وال مزبوط، هذا كان اشتهاء، هذا مش حب. exactly. صايرين نحب اشياء مش موجودة بالحقيقة، لأنه منعرف الفوتوشوب، الصور اللي فيهم فوتوشوب هن فيك، هن مش موجودين أصلاً بالحقيقة. في فيديو كنت شاركه مع جروب صبايا بالشبيبة بلبنان، هي قطعة بيتزا، اشتروا قطعة بيتزا وعملوا لها فوتوشوب وحولوها من بيتزا لبنت لابسة لباس بحر، وعملوا احصائيات انه هيدي البنت قديت طلع لها لايكس وقديت طلع لها فيها تستعمل بالدعايات وتنحط بمجلات. لكن عملوا مثل ريوايند للبروسس تبع الديزاين تبعها، طلعت بالاخر قطعه بيتزا هي عجين وبيبروني وجبنه. يا معترين يا كل الشباب اللي عملوا لايك هنيك او انعجبوا بهيك شيء، فهي البنت بالحقيقه منا موجوده، وممكن هلا الديزاينرز يخترعوا حيلا شكل صبيه او حتى شاب او حتى whatever product يلي بدهم يسوقوا له، بس هو بالحقيقه ما يكون موجود. بحب انه هيك اخذ هيك بفكر اوقات، يعني اكيد عم جرب انا تو اسيوم، عم جرب اتكهن انه في كثير عالم يمكن عم يحضرونا وقعوا بهيدا الفخ، وهذا الشيء يعني مثل كانه بيقولوا كف على الوجه. مزبوط. ما بعرف امتين لازم نوعى من انه نقول عن كل شيء نحن بنحب، بس هو اكثر اشتهاء والشهوه منا صح، مش ضروري تكون على طول الشهوة، يعني إبليس أكيد رح يستخدمها. yeah. بس أوقات لازم يكون عندنا انضباط نفس، يعني الانضباط أكتر المفروض يكون تجاه أنه نحن كيف منفكر. yeah. so, حبيت أنه في دراسة عملت، في هيلين فيشر كانت عم تحكي بتيد توك، عم تقول أنه في دراسة عملت من قبل طلاب جامعة، راحوا سألوا أسئلة، نزلوا على الطريق سألوا أسئلة لما بعرف كم حدان، بس أخذوا سامبل معينة، وكانوا عم بيقولوا انه اكثر سؤالين استوقفوها هن: هل في حدا بتحبه كثير جرحك؟ ثاني سؤال: هل في حدا بحبك كثير انت جرحته؟ وكانوا 90% من الاجابات نعم. انه تخيلي قديش نحن بنجرح اشخاص بحبونا، او بننجرح من اشخاص بنحبهم، وبعدنا بنقول عن البرجر وعن البيتزا انه نحن منحبها. yeah. سو منستعمل بالسياق الغلط. كريس، معظم الأشخاص ربيوا بعيال مع أهل ضحوا كرمال ولادهم، قلت معظمهم. مزبوط. يمكن في كتير أهل ما عرفوا يقولوا أنا بحبك أو أنا بحبك للولد. بس أنا متأكدة أنه كل التعب والتضحيات يلي عملوهم تقدروا يربوا هذا الولد يلي كبر بعدين، هيدا هو love in action، هيدا هو الحب بالمثل، شو بقولوا، it manifests مضبوط على الأرض. شو هو
بنحب نقول انه الحب الاول يلي اختبرناه هو الاكشن وبيجي بينبع من الاهل. سو بطريقه ساينتفك نحن بنقدر نعرف او بنعرف اللايف ستايل او اللوف ستايل تبعنا من خلال علاقتنا او اختبارنا مع حبنا مع اهلنا. سو انا وكريس قرينا كتاب اسمه How We Love. كريس رح يحكينا عنه بعد شوي ورح ناخد امثله منه ونحن بنشجعكم انه تقروه، بس بشدد كتير على طريقه التربيه. سو انتوا اذا حاليا مش عارفين كيف تحبوا اهلكم، عم متوجه لفئه الشباب، حبوا اهلكم حتى لو كان في disappointments او مش عارفين كانوا يخلقوا هيدا الباند بينكم وبينهم، او يمكن في جروحات او بدكم شفاءات وتحرير من هيدا الشيء، بس تتعرفوا تحبوا شريك حياه وتتعرفوا تبنوا عيال انتوا لحالكم لازم تنشفوا او تعرفوا كيف تحبوا اهلكم حتى لو ما بعدهم مش على هالارض، بس ترجعوا تدركوا انه اهلكم شو عملوا معكم. صح، اذا بنطلع من يعني من قصه انه نحن بنحب مشاهير او هيدا، نشوف كيف نحن بنحب الاشخاص يلي بحياتنا اوريدي. نحن الاشخاص بحياتنا اوريدي اوقات بنفكر ان هن ما بحبونا، اوقات بنفكر انه اهلنا ما بحبونا واهلنا ما بيفهموا لنا راسنا، وهدول التعبير يلي بنسمعهم، بس للمزبوط نحن ما بنعرف كيف عم بحبونا. لما نعرف اهلنا كيف بحبونا او اصحابنا كيف بحبونا، ساعتها بنعرف كيف نتقبل هذا الحب. سو بدي روح شوي للجزء الكتابي من انه كيف يسوع حبنا. يسوع اجى على الارض وحبنا بطريقه عمليه. سو لما نتطلع على حياه يسوع المسيح على الارض، نتطلع انه في ايات بتجسد كيف هو حب. واذا بنطلع على انجيل متى 5 اصحاح 5 والعدد 44 بيقول: اما انا فاقول لكم احبوا اعدائكم وباركوا لاعنيكم. بنرجع آية لورا، مكتوب بالعهد القديم بيقول: سمعتم انه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك. هيدي بالقديم. لما اجى يسوع اللي هو محبه، قال انه انت بتحب عدوك وبتبارك لاعنيك، وما قالها بس، قالها وعملها. مزبوط. يعني كان عم بيصلي لما كان على الصليب، قال: اغفر لهم يا ابتاه لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وهيدي المحبه اللي بتتجسد بالحياه العمليه. في ايه ثانيه كمان حابب اقراها من رساله يوحنا الاولى الاصحاح الرابع، بيقول: نحن نحبه لانه هو احبنا اولا. ان قال احد اني احب الله وابغض اخاه فهو كاذب، لان من لا يحب اخاه الذي ابصره كيف يقدر ان يحب الله الذي لم يبصره؟ انا بخدم من ناحيه انه اذا بدك تحب الله، حبه محبه عمليه. كيف هو حبك؟ هو حبك وحبك بموته على الصليب. فكيف نحن عم بيقلنا الرب انه ما تحبوني من شفافكم، ما تقولوا انا بحبك يا رب وبس، ما تروحوا على الكنيسه، لا، حبه حبني حب عملي، حب خيك. مزبوط. مين خيك؟ هو كل حدا الرب خالقه. وبدي هون نوه انه بيقول الرب انه اذا انت شو عندك، يعني شو بتكون عملت زيادة اذا انت حبيت كل اللي بحبوك؟ مش انه كثير هين انه نحب الاشخاص اللي هين محبتهم. Exactly. بس البرهان الاقوى والاسمى للحب العميق اللي عم يحكي عنه بالكتاب المقدس هو انه نحب الاشخاص اللي كثير صعب انه نحبهم، او الاشخاص اللي ما بيتقبلوا محبتنا، والاشرار، الاشرار يلي ما بيعرفوا الله بيعرفوا يحبوا يلي بحبهم يلي بحبون. بس التشالنج، وهيدي تشالنج، انه نحب اعدائنا، نحب عالم ما بحبونا، يمكن مثل ما الرب بيشرق شمسه على الاشرار والابرار. كمان نحن لازم نحب كل العالم لانه الرب طلب هيك لنا كرمال نكون ابناء الرب الله. كريس رح نتابع حديثنا، بس هلا خلينا نتوقف مع هيدا الترنيمه.
لكن بالوقت المتبقي مشاهدينا بدنا نحكي عن كتاب خبرتكم هبة عنه، وهو اسمه How We Love أو كيف نحب، اللي كتبوه هني ميلن وكاي يركوفيتش. هني أشخاص مؤمنين بحبوا الرب وكتبوا كتاب لحتى يفرجوا أساليب الحب عند الأشخاص، كيف طريقة المحبة بناء على كيف ربيوا، التربية الصحيحة والقرارات يلي هن عملوها بحياتهم، حتى التربية أو الجروحات اللي إجت من نتيجة التربية. صح، يعني بيحكوا عن كل الطفولة كيف شكلت بحياتنا لحتى نعرف نحب. مظبوط. وبيحكوا إنه يعني هيك اللي أعطيهم جلمس صغير، إنه أول أشخاص تعلمنا منهم المحبة هن أهلنا. إذا منفكر عن بطفولتنا نعرف إنه نحن أول أشخاص تعلمنا منهم المحبة وجسدوا المحبة بحياتنا هن أهلنا، صح؟ فبيرجعوا بيحكوا عن كيف طرق عملية منقدر نحن نتخلص من أسلوب معين ربي معنا لحتى نقدر نحب صح، لأنه العلاقات الصحيحة أوقات بيكون في عنا اثنين يعني بيقولوا راس براس أو بيقولوا يعني ما بيتفقوا مع بعضهم. سو كيف نحن بدنا نتفق مع كل حدا بنقدر نتلاقى معه، كيف نحن بنقدر نحب كل حدا بحياتنا منتلاقى فيه هو مثلنا، بفكر على طول امتين بده يتزوج ومين. اذا ما فكرتوا بهالسؤالين من قبل يعني في شيء غلط، بس انا واثق انه كل حدا بحياتنا نحن وصغار، بعرف انا من البنات والشباب بس يكونوا صغار بيلعبوا هيدي البيت بيوت، او بيلعبوا انه انا برنسس وجاي الامير، انا اميره وجاي الامير ياخذني او هيك. فنحن من نحن صغار بنربع على هيدي التربيه انه نحن بدنا نعرف امتين بدنا نتزوج وامتين رح نعمل هيدا العرس وهيدي الفانتسي والفرح والفرح وهدول الاخبار. سو بس نحن اهم شيء انه نعرف كيف نحب كرمال استمراريه اي علاقه معينه بحياتنا. سو هاو وي لاف هو كتاب بيحكي كثير عن اساليب الحب، وبصنف اساليب الحب لخمسه، وهدول الاساليب الحب رح نحكي عنهم هلا بمختصر، بس بنصحكم انه تقروا الكتاب، ومن بعد ما تقروا الكتاب ترجعوا تشوفوا كويز اونلاين نرجع نشارككم فيه. يس. الكتاب بيوصف خمس اساليب حب تنبنى حسب شخصيات طرف من الشريكين. سو في عنا رح نبلش بالمرضي او الشخص اللي هو البليزر، يعني بحب دائما يرضي الاخرين، هو مش ذنبه انه هو هيك خلق، بل اكتسب هيدي الصفات بشخصيته، واللاف ستايل تبع البليزر هو جراء انفعال بيت، يعني دائما في انفعال جوات البيت يلي تربى فيه. سو بنرجع دائما على الطفوله اللي هي اساس تكوين الشخص. هو ما خلق باسلوب حب معين، يعني هو ما خلق بليزر او مرضي للاخرين. لا، ممكن اهله يكونوا كثير بحبوه، غامرينه بمحبه بالبيت، بس في انفعال قوي بين السيبلينجز او بين الاخوه والاهل او بين الاهل بين بعضهم. وثاني شيء هو في خوف شديد على الطفل، او لما يكون في بيكونوا اوفر بروتكتيف الاهل او الاخوات الاكبر منه، اذا كان هو من بين الاخوه الصغار بيكون في بروتكشن زياده عن اللزوم، مشددين بالحمايه. yes. لاله يصير هو عنده افراط بانه دائما يرضيهم، بيصير هذا الشخص يرضي كل الاشخاص على حساب حاله، على حسابه الخاص، ان كان شريك حياته، ان كان هيز باس بالشغل، ان كان صديق. انواع الاشخاص هودي ما بحبوا الجدال ابدا، ما بحبوا يفوتوا بارجيومنت، لانه صح. اصلا حتى لو بدهم يقولوا هن شو على قلبهم بفضلوا ينسحبوا ويقولوا يسمعوا الطرف الثاني شو عم بيقول، ولا يفوتوا بمجادله ولا شيء. ابدا ما بحبوا، واكيد ما بحبوا او ما بيعرفوا يقولوا لا، وما بيعرفوا يحطوا ليميتس انه انا ماني قادر اعمل هذا الشيء، اتس اوكي لقي حدا تاني. ما بيعرفوا، بحسوا حالهم دايما عندهم ذنب انه لازم يرضوا الاخر. واخر نقطة، نوع البيبل بليزر ما بيعرفوا يهتموا بحالهم، لانه دايما الاخرين بيجوا بالمرتبة الاولى. شو الحل لقلهم؟ يعني في حل لهيك اشخاص بيكونوا مرضيين فيهم يقدروا
يقولوا في حلين لهيدا النوع من الشخصيه كرمال يعملوا سيلف امبروفمنت وينبسطوا ويعرفوا كيف يحبوا بالطريقه الهيلثي يس لانه بينج ا بليزر حياكلك من حالك بتكون انت مفكر انه عم تعطي مزبوط محبه صحيه بس بتكون على حساب شخصي سو حل من الحلين هو وضع حدود او باوندريز للشخص ذاته واكيد في كتب تانية اكيد نحكي عنها بحلقات قادمه how to put boundaries كثير صحي انه شخص يعرف ايمتى بده يرتاح يعرف ايمتى يخدم يعرف ايمتى يعني في مثل بيقول كل وقت يعطي حكمه يعني هلا وقت انه انا اكون لحالي والاشخاص اللي حوالي لازم يحترموا هذا القرار تاني حل انه يعرف يعبر مزبوط عن مشاعره انه انا هلا ماني مرتاح انا ماني فاضي او مش دائما يكون متاح للاشخاص يلي حواليه خلي شي حدا يرضيه شي مره يعني هو بده يرضي الاشخاص ويدعس على حريته او يكون مش مرتاح ببعض الاحيان مزبوط. ولازم يقول انه انا تعبان انا بدي راحه وانا حق من حقي انه اخذ هذا الوقت لإلي عظيم وتاني اسلوب بالمحبه وما حدا بيخلق هيك برجع بعيد نحن بنربى عم نتعلم هذا الشيء من اهلنا ومن العالم المقربين لنا واذا ما كان عندنا مربينا مع اهل بالبيت او كنا مع قرايبيننا والمرضي برجع بعيد انه هو ما خلق هيك ما خلق عنده هذا اسلوب المحبه لغيره لكن هو اكيد ربي مع الاشخاص يلي بالبيت او بطفولتهم هيك تربوا مزبوط وانا جزء من هيدا هو يعني طريقه اسلوب محبتي هو مزبوط. جزء من هيدا انا وكريس عملنا الاونلاين كويز يلي اكيد رح نرجع نخبركم عنه مشاهدينا صح وبيطلع لكم برسنتج هو كويز ربع ساعه 15 دقيقه بتجاوبوا على اسئله وبتشوفوا حسب الشخصيات حسب التربيه كل الانسيدنت اللي قطعتوا فيها تقريبا بطفولتكم كيف تعمل امباكت او هاو ات انفلونسز وبتاثر على شخصياتكم وعلى اللايف ستايلز تبعكم حاليا صح سو هلا بدي احكي شوي عن ثاني شخصيه او ثاني اسلوب محبه عن الضحيه او الفيكتيم الفيكتيم هو حدا ضحيه كان بالبيت عايش بمحل او مكان فوضوي يلي ما كان في نظام عطول في تعصيب عطول في غضب وعطول في عنف بالبيت يمكن يكون عنف حلو يعني عنف ايجابي ما بعرف اذا في شيء اسمه عنف ايجابي بس يمكن بمجتمعاتنا في اوقات يكون العنف ايجابي لانه بس الاهل هيك تعلموا يربوا بعنف للتاديب او للتاديب او لاي شيء ثاني فبيطلع الشخص هو ضحيه كان الحق عليه دائما كانه هو الملام او هو الغلط منه وعطول ناطر انه يصير في هيدا الغضب بحياته عطول في عاصفه بحياته عم بتصير فهيدا النوع من اللاف ستايل هو بيكون فيكتيم وما بيعرف يحب الا ما يكون ضحيه او فيكتيم بحبوا يتواجدوا مع عالم مثل اهلهم او مثل المحيط اللي هن عايشوا فيه عالم بيغضبوا بسرعه عالم عندهم كنترول عالم على طول في يعني ضجه بالمحيط اللي هن فيه ليش لانه هيك بيرتاحوا ومش ذنبهم لانه الفيكتيم او الضحيه ربي هيك وإلا ما يكسر هيدي العادة اللي هو عايش فيها ما رح يعرف يحب بغير هيك هو حبه إنه يتقبل كل شيء ويقعد لحاله ينزوي ويقول إنه أنا الضحية ومعليش أنا بتقبل وبحط كل شيء يعني هو اللي بيحمل كل شيء الملامة عليه بس هذا الشيء منه صحي يعني هذا الشيء في له حل طبعاً كمان بالكتاب بيكون مذكور إنه المفروض على الضحية يجرب مره بعد مره واللي هو اصعب شيء هيدا انه يعارض او يثبت على موقفه يثبت رايه يقول تعرفوا شو انا هلا ما بدي اعمل هيك او انا مش قادر انه اعيش ب مكان فيه ضجه او ما فيك تعيط بوجهي او ما فيك تعصب علي بلا سبب يكون دوميننت اكثر او هو الموقع القوه ياخده يرجع يستلم موقع قوه يعني لازم المفروض انه يطلع من هذا الشيء بطريقه يقدر يغير كيف وجهه نظره لحاله لقيمته بحاله من شخصيه الضحيه لشخصيه المسيطر اللي هي كثير على مواجهه ضد بعضهم اللي هي شخصية نابعة من منزل خالي من الحماية سو بيتعلم الطفل انه يستقل على عمر كتير ابكر
وإنه يتعلم يتخطى الصعوبات لحاله on his own، وبيعرف يهتم بحاله كتير منيح دون مساعدة الأهل. ومنرجع منكرر، الأهل بيكونوا بهالسيتويشن فيهم يكونوا كتير محبين ومتفهمين وعارفين كيف يربوا، بس بتسائب أوقات إشياء بتأثر على تربية الطفل. سو هذا الشخص بيكتسب مهارات بتخليه عرضة للخطر دايما. بيحب أنه يكون موجود بمحل يبين أنه هو سوبر هيرو وأنا قادر أتخطى هيدا المحنة أو هيدا المشكلة اللي أنا فيها. بيستعملوا الغضب كأداة للسيطرة، وهيدا كتير منشوفها بمواجهة إذا كانوا شريكين، حدا مسيطر وحدا ضحية. سو المسيطر عادة بيكون غالب الضحية، يطغى الشخصية تبعه على الضحية لأنه بيستعمل السيطرة والغضب. ذكرنا أنه عنده استقلالية بحل الأمور بالconflict resolution، بيقدر يحل الأشياء لحاله. هذا ممكن يولد كبرياء على المدى البعيد إذا ما كان عم يعالجها بطريقة صحية. وكمان مثل الضحية عنده comfort zone اللي هو موجود فيها، نفس الشيء الكنترولر بحب دائما هو موجود بكمفورت زون مع عالم ضحية. أيوة. مش مع عالم مسيطرين مثله. الحل لهيك شخصيات انه يبلشوا يثقوا بالاخرين، انه الاخرين ممكن يساعدوا، ممكن يكون عندهم اراء اوقات يتوافقوا اوقات لا، بس يفتكروا انه الشخص الثاني كمان عنده راي. صح. تهذيب النفس كثير مهمه، اللي هي بتأدب شوي الغضب اللي هو يستعمل كأداة، وقلنا أن عدم استعمال الغضب لأن الغضب ما بيودي لمحل. رابع شخصية أو رابع أسلوب حب هو المتردد أو الفاسيليتر. بيقول بالكتاب الفاسيليتر هو شخص ربيان مع أهل أو مع أشخاص اهتموا فيه بصغره كانوا غير متوقعين، غير يعني ما فيك تتوقعهم، ما فيك تتوقع شو رح يعملوا، فعطول ما بيعرف إذا رح يطولوا بالشغل يتركوه بالبيت، أو ما بعرف إذا رح يعملوا له أكل جاي من المدرسة، فبيربوا بهيدا الجو. ما في certainty، ما في assurance لشيء معين، فبكون هذا الشخص كتير بحب النظام بحياته، بحب إنه كل شيء يكون متوقع، ما بحب يظهر برات الكومفورت زون از ويل. يعني بضله ضمن هيدا الحدود اللي هو رسمه لحاله، لانه المتردد على طول بحس انه في حدا بده يتركه او يهجره، في حدا ما رح يعمل هو شو متوقع، فعلى طول عنده هدول التوقعات، ولما مره على مره يصير يتوقع شيء وما يقدر يحصل عليه، او يكون متوقع شيء وما يصير في disappointment. يمكن ايه شو بيقولوا disappointment، يفقد الامل من شيء معين او من شخص معين، ينخزي او يكون مش قادر بقى يحصل على الشيء اللي بده اياه، بيفقد الثقه باهله او باي حدا بحبه. مش لانه هو هيك بده، بس لانه كبر او كبرت على هذا الجو. فالفاسيليتر او المتردد ما لازم يحب بسرعه. كيف لازم يحب الفاسيليتر؟ بطريقة كتير بطيئة. لازم الفاسيليتر يكسب ثقة الأشخاص اللي حواليه، ويعمل حساب إنه هدول الأشخاص رح يخيبوا له ظنه. لما يعرف هيك بيبني ثقة معهم، وبخليهم يعرفوا إنه هو كل شيء بتوقعه بحب إنه يحصل عليه، ما بحب إنه يخيب ظنه، لأنه هيدا الشيء بيأذي. فلما يعرفوا هيدا الشيء ساعتها مصدر الثقة بيناتهم بس يصير قوي، بصير يعرف يحب، بيعرف يتوقع هن شو بدهم يعملوا. لأنه هو مش عطول الفاسيليتر أو المتردد المفروض أنه كل شيء يصير حسب توقعاته. لكن المفروض أنه هو يبني ثقة مع الشخص الآخر كرمال يعرف يبني توقعاته بيست أو مبني توقعات على الشخص الآخر. سو كأنه بمعنى تاني بده نمط معين وكمان بطيء يقدر يوثق ويحب. صح. في عنا الشخصية الأخيرة اللي هي المتجنب أو الأفويدر، هي شخصية اتكالية ومستقلة، قريبة شوي على المسيطر، لكن بيعتمدوا أصحاب هؤلاء الشخصيات بيعتمدوا على العقل بدل المشاعر. So they're very rational، بيفكروا بعقلهم أكثر من إنه يخطوا قرارات based على emotion أو مشاعر. هن شخصيات تعتمد على الذات،
سو كمان they are dominant لأنه بيعتمدوا على حالهم كتير وبيتوقعوا أنه بيقدروا يكملوا لحالهم. صح. وبفضلوا الراحة والحذر. They are cautious لأنه كمان دايما هيك ناطرين إذا في شيء بده يصير to avoid وينسحبوا. نفس الشيء بحبوا الراحة. سو بنشوف بالشخصيات كل حدا عنده comfort zone معينة بس هالزونز ما بيشبهوا بعضهم وما بيليقوا لكل أنواع الشخصيات. الحلول لهيك أشخاص اللي هن بيتجنبوا أساليب بأسلوب حبهم أنه يعبروا عن مشاعرهم كمان كتير مهم حتى للرجال لفئة الرجال أنه يعرفوا شو مزعلهم ليه معصبين ليه عم يتصرفوا بهالطريقة ليه هالرياكشن للشيء اللي صار هن عم بفكروا فيها بهالطريقة أو ليه البيهيفير تبعهم. هي عم تحكي هيك عن فئة الرجال. نعم. وأنا عندي 50% من الأفويدر يعني أنا سو كريس إذا أنت شفت حالك بموقع you rather avoid وتسحب حالك من هيدي على أنه تواجه الشخص أو على طول بأسلوب أنا الحب ما بفكر مرتين يعني أنا بموقع أنه لازم يكون رح يكون في جدال أو رح يكون في رح أخسر حدا بفضل أنه أتجنب المشكلة بس ما أتجنب الشخص يعني يمكن ضلني مع الشخص بس خلي الموضوع ينام يعني أوكي. مثل ما بيقولوا avoider يعني بس هذا شيء منه صحي that's why لازم مثل ما قلنا تعبروا عن المشاعر أو تفهموا مشاعركم. تاني نقطة احترام مشاعر الآخرين so الآخر بالمواجهة فيكون avoider فيكون مسيطر فيكون مثلك avoider فيكون مسيطر فيكون victim فبس تعرف تفهم أو تحترم مشاعر الآخرين بتصير أنت تعرف step closer لتعرف تحب بصحة بطريقة سليمة أكثر. صح هدول هن الخمسة love styles بـ How We Love كتاب كتير حلو في منه audio book إذا بتحبوا تحصلوا عليه أو تفوتوا على www.howwelove.com وتشوفوا الكويز الموجود هنيك وكله بالإنجليش ما في شيء بالعربي بس it's a good thing إنه نشوفه. It's a good evaluation إنه تعرف أنت شخصيتك شو هي. والحلول الموجودين هو كتير كتابة لأنه بالنهاية الكتاب المقدس هون عندي آية بدي أقراها بخبرك أنه لازم تكون أنت بوضع صحي سالم الجميع بقول إذا أمكن. فبرسالة بولس الأولى لتيموثاوس أول إصحاح بقول وأما غاية الوصية فهي المحبة من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بلا رياء. فإذا عندك قلب طاهر وأنت عن جد ربيت ليكون عندك طريق أسلوب محبة معين مش ضروري هذه هي النهاية يعني مش ضروري تثبت بهيك وتقول أنا هيك الله خلقني هيك لا الله ما خلقك هيك يمكن ظروف الحياة خلتك تحب بطريقة معينة اللي هي ممكن منها صحية لكن في كتير عوامل تقدر تغيرك والكتاب المقدس هو العامل الأساسي اللي يقدر يغيرك لتعرف تحب صح سو كيف بتحب أو كيف نحب حب مثل ما علمنا يسوع المسيح. خلينا نوقف مع هذا الفيديو ونرجع منتابع حلقتنا. لكل شاب وصبية عم يحترونا أنا بحبكن لا عن جد بحبكن يعني عن جد من كل قلبي بحبكن. إذا بتسمعوا هيك عبارة برجع أنا بقول أنه أنا كتير بحب البيتزا واليوم على فكرة أكلت بيتزا. إذا بتسمعوني عم بقول بحبكن وبحب البيتزا ونفس العبارة بستعملها لاثنين هل بتصدقوني وهل بتحطوا ثقتكن فيي؟ أنا بحب هي عبارة عميقة والمحبة بحد ذاتها ربنا ما استعملها إلا لإنسان. فإذا بحط أنا بحب قدام أي غرض معين فهو باطل لأنه هو مش مفروض أنه نحن نحب غير أشخاص. لازم نحب إلهنا من كل قلبنا ومن كل فكرنا ومن كل قوتنا ونحب قريبنا كنفسنا مثل ما وصينا الرب إيه اللي بده يطيعني بده يحفظ وصاياي.
ففكروا بشو يعني المحبة وفكروا بكيف نحب صح لحتى نكون أبناء صالحين للرب. الله حبنا لأنه طبيعته محبة. وأكثر إيه مشهورة كريس شو هي؟ بيوحنا 3:16 بفتكر. لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لاحظوا أنه هيدي الآية فيها تخلي عن عرش وعن سلطة. الله يلي خلق كل العالم والكواكب إجا بهيئة إنسان على الأرض، هيك جسد محبته. الإله صار بشر كله كرمال ما حدا يهلك، ما حدا منا يهلك. قبل هو إنه يتعذب ويموت على الصليب كرمالنا، وهيك بيّن محبته لألنا. وفي كتير وعاظ بقولوا إنه the greatest love story ever هي موجودة بالكتاب المقدس. تسألوني كيف نحب؟ لكم بيسوع المسيح. مشاهدينا كيف نحب مع كريس ومع هبة رح يكون كل أسبوع، ورح نوعدكم أنه رح نتناول مواضيع بتهمكم مثل الإدمان، مثل محبة الذات، مثل الصحة النفسية، مثل الميديا، علاقات. مثل العلاقات، مثل كل شيء نحن من واجهه بحياتنا. فتابعونا وراسلونا على المعلومات اللي عم تمرق على الشاشة، نحن على الفيسبوك، وخلال الأسبوع أنا وهبة منحب أنه نرد على كل أسئلتكم وتعليقاتكم لحتى نشوف كل احتياجاتكم، ونكون عم نستضيف أشخاص معنا بالبرنامج ضيوف، ونشوف فيديوز ونسمع ترانيم وحتى نشوف أراء المجتمع كرمال تكون عنا صورة كاملة لكيف نحب. أنا بودعكم وبشوفكم الأسبوع الجاي.